نفذ لاعب نادي الهلال السعودي ياسر القحطاني عقدا اعلانيا جديدا وفي احتفاليه اقيمت في دبي، حيث اصبح القحطاني الوجه الاعلامي الجديد لاحدى الشركات الى جانب اسماء عالميه كلاعب التنس فيدرر ولاعب الجولف وودز ولاعب الكره الفرنسي تيري أونري. ياسر بهذا العقد يؤكد قدره اللاعب العربي على جذب اهتمام الشركات التجاريه في منطقه الشرق الاوسط. مشكور كثيرا يعني بكوني الان اصبحت من ضمن الفريق العالمي لجيليت. اتمنى ان شاء الله من رب العالمين انه يبارك لي في هذا الاعلان. طبعا اللاعب ياسر القحطاني هو غني على التعريف ويتميز بشخصيه رياضيه فذه لها انجازات تاريخيه عظيمه في فتره قياسيه بسيطه، وبالتالي بما يرمز اليه ياسر من التميز على ارض الملعب وكذلك خارج الملعب، فهذا هو الذي جمع ما يرمز اليه ياسر وبما يرمز اليه كذلك منتج جيليت.